قولي بسم الله، قولي قولي ازيكم، قولي بسم الله وازيكم اصحابنا. طيب ماشي، ازيكم اصحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جوجو، معاكم جوجو من قناه عالم جوجو. هذا البرنامج الجديد. طيب اجي انا بقى. طيب ابصوا بقى، هم ادخل اجيب لك الاله. الاله ليه؟ الاله هي محتاجه اله؟ لا عشان مش تعرفيها. طب مش هعرفها الاله، مش هقعد. انت شكلك عايزه تدبسيني. اه طيب طيب دلوقتي دلوقتي استني بس كده نقول بسم الله. دلوقتي المفروض ان احنا لابسين ونازلين، وفي فيديو وفي الملابس دي تروحوا شوفوه او ادخلوا شوفوه. المفروض ان كنا هنغير، بس قلت ربنا ما انا مغيره. جت قالت لي لا استني عشان في حاجه تانية. هي جايبه لي لغز. طب قولي لهم انت بقى، كل واحده فيهم جايبه لي لغز، وانا كماما الذكيه اللي لسه في مخها عقل وتركيز وتفكيرها حلو يعني. ايه ماشي. بصي هي اتنين اتنين دي الاربعة. ماشي. واتنين واتنين دي الاربعة. واتنين اتنين يعني في حاجة ممكن ممكن اقول اربعة. ممكن اقول ماما. يعرفها؟ لا. لا انا عارفة. لا ايه جاي ده؟ طب اول واحدة. لا. استنوا طب استنوا عشان نفهمهم. استنوا استنوا استنوا. اتنين اتنين اربعة. واتنين اتنين اربعة. ما انا عارفاها. استني استني. واتنين اتنين اربعة. آه، سوري يعني 2 و2 4 و2 و2 4 و2 و2 4، بس لازم تبقى العلامات هنا مختلفه. أوه. ده اللي انت تقصديه. ايوه ورحمه امي ما اعرف غير 2. انا عارفه بتاعتي. طب استني، هي اول واحده اكيد 2 زائد 2 4 صح ولا غلط؟ ايوه ماشي. طب طول ما انا ماشيه صح قولي لي انت صح. ماشي. اول واحده ايه؟ زائد 2. القلم مش راضي يكتب. 2 زائد 2 زائد 2 4 صح. وتاني واحده اللي هي 2 في 2 ب 4 صح. اكتب. اه صح. ار شور؟ اه والله صح. اوكي. طب ممكن بس اخر سؤال اعمله. طيب تالت واحده بقى. طب انا عارفه. طب انا هقول 2. طب انا عارفاها. طب استني بقى يا جايده عشان اركز. 2 اعملها هي. انا عارفه. انا عايزه افكر. 2 و2 يدينا برضو 4 صح طبعا، ولا زائد ولا في بقى؟ لا هتبقى 2. ايه ما هي ما هي لو 2 على 2. لا لا ما هي لو 2 على 2 هيديني 1 صح. اه ما اعرفش لو 2. انا هيبقى شكلي وحش، انا ما عرفتهاش اقسم بالله. سهله قوي. هيبقى 2 لو 2 على 2 هيديني 4. لا ما هي لو حاجه تبع مدرستك بقى والارقام بتاعتك. او بصي بصي او حاجه تانية. لو دي أيوة. لو دي ملخبطاكي. ماشي. 2 أيوة. يساوي 4. لو دي ملخبطاك يا ستي ولا دي زعل. سهلتهالك. 2 يساوي 4. سهلتهالك. لازم اللي في النص يكون متوازن. ازاي ال 2 تساوي 4 يعني؟ سهلتهالك. يلا يا مامي. اه يا حاجه انت هتجيس كده. يلا. لا انا ما لا يلا يلا. رياضه. انت خليتيني اتلخبطت، انا مش بعرف رياضه. يلا لو دي صعبه عليكي دي سهله. لا يعني اخلي ال 2 دي تساوي ال 4؟ 2 يساوي 4؟ هي 2 ايه؟ يدينا 4. اتنين اس اتنين صح؟ 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 اتنين اس اس اتنين. اتنين اس اتنين. اتنين اس اتنين. اس اتنين. ها؟ اللي هي اللي هي يبقى اتنين صغيرة اهي. يبقى هنا تو وهنا 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 تو. يبقى اتنين اس اتنين يدينا اربعة. ماما انا لسه مخي شغال يا جماعه. ماما تبعنا بقى. انا لسه مخي شغال. انا لسه مخي شغال. انا لسه مخي شغال. سهله سهله لك. لا قلتها لك. لا عشان هنا في مخ. لا سهلتها لك. لا دي است عايزاها سك مش ما تقوليش. جودي طب امسكي اكتبيها في ورقه نظيفه بالقلم اللي هو ده. خدي ده هنا ماشي علشان بس نبينها لهم في التصوير. قولي لي بقى كده انت اللغز بتاعك الاس. امسكي من الناحيه الثانيه. من الناحيه الثانيه كده اس. اعدلي الاس من فوق. ماشي. اس اس عامله حادثه. اس عايزاكي تحوليها ست. استني نعدلها بس. استني تبقى بره الصندوق. بره الصندوق. اه بره الصندوق. جودي طيب هي المفروض ماشي. المفروض ماشي. عايزه الاس دي. عايزه. انت عارفه الاجابه؟ انتوا متفقين عليا ولا ايه؟ لا ماشي. هي عايزه الاس دي. لا استني استنوا بقى. هي عايزه الاس دي تبقى ست. ايه ده العبط ده؟ ما احنا ممكن نروح قافلينها كده من هنا. غلط اهي اهي. غلط 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 غلط. اهدي اهدي. الكاميرا نفسها زعلت. الكاميرا نفسها زعلت. استنى استنى. غلط. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا قفلناها من هنا. استنى
اهي فبقت 6. طب استني، طب احاول تاني. حاولي تاني. انجليزي ده يا مرسي. بس يا جودي، بس جودي يا جودي. مش محدش يلعب. ما تقولش انا مش هلعب معاها تاني. هي عايزه اس. اس بص بقى الاس بتاعت ماما. اس وحشه. ماشي عايزه انت بقى. عايزاك تحوليها 6. 6. طب ما وصل، ما وصلهاش، ما وصلش اي حاجه ببعضها. ما اعرفش بقى. ما احنا وصلنا قلت لي لا مش عايزه ال 6 دي، تقريبا في 6 ثانيه. ما اعرفش. يا جودي انتي ناقصه بتفككي يا هالي. 6 جودي بس. طب بنوصل حاجه، بنوصل سنه بسنه. معرفش. يعني احنا يعني احنا ممكن احنا ممكن لو وصلنا دي كده هتعمل ال 6 دي، وهي قالت مش عايزه دي. لو عايزه تعمليها بشرطه ثاني ماشي. هتخسريني تاني، ايه الذكاء ده؟ 6. طب ازود اللي انا عايزاه ولا اعمل ايه؟ هو انت عايزاها تبقى 6. اه طب ما انا ممكن اعمل كده. انتوا بتهزروا؟ سكس العبط ده، العبط ده، ايه ده العبط ده؟ ايه ده؟ عايزه نكتب 6، عايزه نكتب 6. يا جدعان يا جدعان يا جدعان يا جدعان. انتوا متفقين عليا؟ انتوا الاثنين انتوا متفقين عليا؟ انتوا متفقين عليا؟ انا قلت لغز بقى، لغز بس ده اللي كان حلو. سكس. لغز ده اللي كان حلو. طب انا 6. طب انا بقى هطلع لكم لغز حالا من على تليفوني. دلوقتي؟ دلوقتي حالا. ماشي يلا. والشطره فيكم تحلوا. لا 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 انا هفصل بس التصوير عشان اطلعه من على الفاضي. لا لو انا اللي كسبت مين اللي هياخد ايه؟ هياخد ايه؟ مين اللي هياخد ايه؟ تعالي بس كده ما تخافيش هديكي بوسه. بوسه ماشي. حلوه البوسه. ماشي استنى. لا ايه ده انت هتهزري؟ حاسبي. بصي بقى اللغز، اللغز بتاع ماما. اللغز ايه؟ وان شاء الله. طيب اللغز بتاع ماما. بصي يا ستي. ده الاذان ولا الاقامه؟ لا نستنى الاذان. بالاذان. بصي بوصي القلم. ماشي جاهزه؟ جاهزه. بصي يا ستي. انا انتوا الاثنين، انتوا الاثنين، انتوا الاثنين. انت ورقه، هاتي اسندي على كراستك، بس لازم تبقى ورقه بيضاء عشان بس الاعواد تبان. معايا ورقه بيضاء اهي. بصي يا ستي. انت معاكي 6 اعواد. 6 ايه؟ اعواد. 1 2 3 4 5 6. وانت كمان 6 اعواد، 6 اعواد كبريت. انا هفك التليفون عشان اقرب لكم وتشوفوا، يعني هم كمان اصحابنا يشوفوا معانا كويس. تمام. 1 2 3 4 5. مطلوب منك بالست اعواد كبريت دول. نعمل ايه؟ استني بس عشان نقرب. اهو مطلوب منك بالست اعواد كبريت دول تعملي لي، تطلعي لي مجموع، عدد المجموع بتاعهم كده يبقوا مجموعهم 123. يطلعوا لي مجموع عدد في الاخر 123. اتصرفي بقى بالست اعواد، فكري كويس. 23. مجموعهم يبقى 123. اتصرفي بقى. لا انا عايزاكي تعملي لي عمليه حسابيه كده، توصليهم ببعض، تعديهم مع بعض. اتصرفي، خليهم يطلعوا لي 123. غلط. نو انا لا انا عايزاها تبقى عن طريق عمليه حسابيه، واساسا 123 كده غلط. انا عايزاها تبقى عمليه حسابيه بالست اعواد. يعني ايه عمليه حسابيه؟ يعني اجمعيهم على بعض، اجمعيهم، اضربيهم، اطرحيهم، اعملي اي حاجه. اتصرفي، طلعوا لي في الاخر. لا يجي يطلعوا لي في الاخر 123. 100 كده. 3 زائد 2 5 كده. 11 و3 كده. ركزي. ايوه انت يعني جودي قربت. لا حاولي. لا 11. ايوه و3. يس. 13. 11 و3 14. 14. ها 14 زائد. فكري ال 123 تتعمل ازاي؟ اسيب لك دقيقة. تنفعش الآلة. هاتي الآلة. بس هي مش محتاجة آلة. جودي أنا هحسب معاكي. هي محتاجة الآلة اللي هنا. هي محتاجة. بصي أختي طلعت ذكية. بصي أنت التليفون جنبك ودخلتي تجيبي الآلة من جوه. أنت فكري. ركزي بس. أهم حاجة تستخدمي الإيه؟ من الأعواد. تستخدمي الست اعواد. خلي بالكم انا جبت اللغزين بتاعكم، انتوا مش عارفين تجيبوا اللغز بتاعي. يعني انتوا بتجيبوا 123 هو فيها زوائد. ماشي فيها زوائد، هي كلها زوائد. وريني هتبقى ايه؟ 13. هتبقى 132؟ نو انا عايزه 123.
انت بنتي عملتي ايه هنا عشان يطلع لك 23؟ حطيت ال 100 بعد كده جنبها زائد بعد كده 23. هي انتوا بتحطوا رقم ورقم ورقم، ما اقدرش اساعدك اكتر من كده. ثلاث ارقام فكر. ياس لا انا اقعد بقى كده عشان الموضوع ده شكله هيطول، عشان تعرفوا عشان بعد كده ما تفكروش تتحدوا ماما. من الاول 105. لا انا عايزه 123، انا عايزه بالست اعواد دول تعملي لي 123. احسن. 100 فيه 123 زوائد، مش فيه، مش هسهلها لك اكتر من كده، كلها زوائد. طب ممكن على 100؟ نو زوائد. 100 فكري ازاي تكتبي بدول، ازاي دول اللي طلعت. ما هو دي هتكتبي بيها 100 ازاي؟ انت حره، انا ماليش دعوه. يلا انت عايزه، معلش 100 كده. ماشي انا عايزه 103، انا عايزه 123، ما اعرفش انا عايزه كام بقى. استني عشان نشوف التايم علشان الفيديو ما يطولش مننا اكتر من كده. طيب انا هسيب لكم بالظبط دقيقه. جو. يا عيني بصوا جايده بتحاول عشان تفكروا تتحدوني بعد كده. لسه كتير ولا ايه؟ بالاعواد بالاعواد، فكري بالاعواد، فكري ازاي تكوني تجمعيهم وتعملي منهم ارقام تطلع لك 123. لا مش كده، مش زائد، لا انا عايزه الاعواد نفسها تعمل ارقام تطلع لك في الاخر 123. يلا عشان فاضل لكم. طب انا عملتها على الاله. لا يا ماما ما انا عايزاها بالاعواد. ما فيش اصفار. ايوه ما هم فكري بقى، شوف انت بقى ارقام ما يبقاش فيها اصفار، اساعدك اكتر من كده. ارقام ما فيهاش فيها اصفار؟ اه مجموعهم يبقى 123. ازاي ارقام ما فيهاش اصفار؟ يعني رقم ورقم ورقم؟ ما 3 اهو 3 ارقام. فكري. ما انت عاملاها كده؟ فكري. 100 اهو 2 كده 3. جايداء قربت بس مش كده قوي. جايداء حطت عود وبعد كده عودين وبعد كده 3، قصدها 123. طب ده كده الرقم؟ لا زي ما كنت عاملة يا جايدة، زي ما كنت عاملة. طيب ده كده الرقم؟ لا بس جايدة اللي عملتها الأول. ده كده الرقم لو هنقول 123. طيب في بقى الطريقة بقى اللي أنا عايزاها. الطريقة التانية؟ سوري 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 فصل والله من غير ما أقصد، أنا آسفة أنا آسفة، أنا كنت بعدل، أنا كنت بعدله. لا جايدة جايدة سيب اللي أنت عملتيها، جودي هي عاملاها قبلك. جودي وبعدين لا لا وبعدين مش هي دي اللي انا عايزاها. هي لا لا اعملي اللي انت كنت عاملاها. جايده كانت عامله ايه وريني. بصي جايده عملت كده 123. طب جايده جابت طريقه، هاتي لي انت الطريقه الثانيه، لان اساسا الطريقه الثانيه هتبقى صعبه قوي على مخ اختك. 123 ما يكونش فيه اصفار، لان الكبريت هيعمل اصفار ازاي؟ عادي نولعه ونمسح. طب الكبريت هيعمل اصفار ازاي؟ طب استني استني. جبتها 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 وريني. جبتها وريني وريني. استني استني استني. هذه 11. يا قردة يا قردة. بس واحد اهو هيبقى هنا زائد. يا قردة يا قردة يا قردة يا قردة. نوريهم بقى الطريقة اللي أنا كنت أقصدها. بس أنا على الآلة. طب أوريهم هي جابتها برضو. أنت جبتي طريقة وهي جابت طريقة، أنتوا الاتنين جبتوا الطرق. بصوا بقى الطريقة، بصوا الطريقة اللي أنا أقصدها، الطريقة اللي أنا أقصدها إن إحنا هنعمل 111. أدي إيه؟ أدي 111 زائد 11 زائد 1. احسبوها كده 111 زائد 11 يطلع لي 122، واحد يبقى 123. على فكره دي الطريقه اللي انا كنت اقصدها وما جاش في بالي، وما جاش في بالي الطريقه بتاعت اختك. بس عايزه اقول لكم انت برضو جبتيها بذكاء خالص، انت جبتيها بتفكير على قد تفكير ثالثه ابتدائي. وانت انا بحيي مس ناديه من موقعي هذا، انا بحيي مس وانت كمان شطوره. شوف مس ميرفت مس ناديه يعني يعني خلت جودي اولا تحب الرياضه وتشغل عقلها. مبسوطة منك شطورة. الفيديو كده خلص؟ ايوه الفيديو خلص. بس برضو مين اللي اذكى؟ انا. لا ماما يلا قولي لهم باي. لا يلا قولي لهم باي. لا يا عجبك ما تنسيش تعملوا
لايك وشير وسبسكرايب على الجرس عشان نوصل لكم فيديوهات كل فيديوهاتنا الجديده. باي باي. يلا باي. انا الاسكى والله، اقسم بالله انا الاسكى.